هذا ويعد الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي شغلت مناصب هامة ومثلت البحرين في مختلف المحافل المحلية والدولية. جاء اختياره كشخصية العام الإعلامية بمثابة تكريم وإنجاز للقطاع الإعلامي في مملكة البحرين ككل. صرح الإعلام البحريني المتين ارتكز على أعمدة ثابتة من رجالات الوطن، كانت له بمثابة الأساس المتين والرصين حتى وصل إلى حلته ومكانته المرموقة على المستوى المحلي والدولي، وكانوا سببا في ازدهار القطاع الإعلامي والصحفي منذ عشرات السنين. وعلى رأس هذه النخب الإعلامية البحرينية سعادة الأستاذ الإعلامي الكبير نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام، ذاك الرجل الذي وضع بصمته الخاصة في كل قطاع إعلامي أشرف عليه وأداره أو أسسه، فكان الصحفي البارع والإعلامي البارز والأستاذ والمدرب والقدوة لأجيال إعلامية تضع الكفاءة معيارا لا تتنازل عنه، والعطاء مبدأ ترفع به اسم البحرين عاليا. هذه الشخصية الإعلامية الهامة سعادة الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، ونظرا لما له من إسهامات إعلامية متميزة على المستوى المحلي والخليجي والعربي، أهلته اليوم للفوز بالتكريم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وباختياره شخصية العام الإعلامية في منتدى الإعلام العربي. هذا الإنجاز الهام والمميز جاء نتيجة الخبرة الواسعة والكفاءة التي يتمتع بها سعادته في المجالات الإعلامية والصحفية من خلال المناصب والمسؤوليات التي تولاها، وذلك ما يؤكد رفعة الإعلام البحريني على المستوى العربي والدولي نتيجة ما يلقاه القطاع من الدعم الكبير والمستمر بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى وثمرة مشروع جلالته الإصلاحي، والذي أتاح الفرصة لأبناء مملكة البحرين لمزيد من الإبداع والتميز في كافة المجالات. وهذا الإنجاز الهام يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها أبناء مملكة البحرين على مختلف الأصعدة وفي جميع المحافل، دعما وتعزيزا لمكانة المملكة في الأوساط العربية والعالمية. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.